واتوقع انه سولد اوت من اليوم، لكن عطنا السؤال الاول يا، او قبل السؤال الاول عطنا مزايدتك يا حبيبي. 100 100 100 نقطه لمن سجل اول شيء، قل اسمك الثنائي فيحان بن ماضي. فيحان بن ماضي 100 نقطه تمام. سيف الهاجري 100. سيف الهاجري 150 150 نقطه مزايدتك. سلطان بن جلوي 200. سلطان بن جلوي 200. سالم القصل 200. سالم القصل. القصل نعم. كم 200 رجاء؟ كم زاود 200 200 لما تزود 150 200 سلطان بن جلوي 200 نقطة. 250 ها؟ 250 سالم 250 فيحان 100 سيف 150 سلطان 200 سالم 250. تعرضون الآن للجمهور التذاكر الموجودة على الشاشة ويظهر لهم كل شيء. يظهر لنا السؤال الآن يا شباب في الكنترول. طيب الآن يظهر للجمهور التذاكر عددها، ممكن واحدة ممكن ثنتين ممكن عاد 20. تعزم احد لجا العائله كلها؟ العائله كلها على طول. انت خفيف اهدى. طيب قول اخوياي شيء شكل سيدة. عشان العائله سيدة. ممتاز الله يوفقك ان شاء الله. شديت حيلك ولا لا؟ ان شاء الله. عندك تجهيزات؟ لا. طيب الان عدد تذاكر الجمهور مع القيم مع كل شيء. الى الان باقي ما رجع لنا موضوع السؤال، لانه الى الان الجمهور يبحلق في القيم. كم مجموع قيمكم؟ 100 150 كم؟ 250 مع 200 هذه 450 مع 250 صح؟ قرابه 600 نقطه، 600 نقطه مجموع التذاكر اللي ظاهره الشهر. انا زيكم ما ادري كم تذكره. تطلعوا اليوم تشوفون كم تذكره ان شاء الله خويكم اليوم اللي فايز. طيب اذا ما جاوب صح كلنا أسئلة. كلنا خسرنا. خنقتني اسئله. اهلكتني من البارح وانت تسال. ايش في يا سيف؟ ما مداني اطفش منكم البارح. لا اذا ما جاوب كلنا خصم 150. لا يا حبيبي كل واحد كل واحد بياخذ خصمه في جنبه ويروح. الله يستر على المجموعه. اذا ما جاوب صح. اذا ما جاوب صح بينتقل للثاني ثم ينتقل للثالث ثم الرابع مع السلامه نقول له. تمام. يظهر معنا السؤال الاول للشباب مع سالم. تمام. يبدا السؤال الاول. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت امه؟ الأربع خيارات: خمس سنوات، سبع سنوات، ثلاث سنوات، ست سنوات. ست سنوات. ست سنوات. ما تبغى تفكر معك 30 ثانية؟ طيب ست سنوات مع سالم. الإجابة نسمعها يا كنترول. خاطئة للأسف. بدأ. تنتقل الإجابة لسلطان دايركت. خمس سنوات، سبع سنوات، ثلاث سنوات. عندما توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ سبع سنوات. سبع سنوات. وسلطان دائما مشرفان ومنورانا وأهلا وسهلا وإجابة. يا سلام منور سلطان. الثقافة مرة جميلة. الآن السؤال عند سيف وبعدها نقول لكم الله يستر عليكم على الكراسي. طيب طيب عندك خمس سنوات أو ثلاث سنوات؟ بجاوب. النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان صغير ماتت. حبيبي سريع الله يرضى عليك. خمس سنوات ولا ثلاث سنوات؟ ثلاث سنين. ثلاث سنوات والإجابة خاطئة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كيف يا شباب؟ صح ثلاث سنين. ليه نكمل أربع أسئلة على إيش؟ طيب لازم يجاوبون صح. طيب أوكي. حتى لو جاوب غلط طب الآن نروحوا مجموعة ثانية في مجموعة شباب ثانيين. أها ممتاز على نفس القيم يعني يروحون سؤال ثاني أشخاص آخرين من نفس الشباب. طيب ممتاز. طيب الآن السؤال الآخر بالنسبة للشباب نفس المزايدات ويزايدون ثانيات مزايدات ثانية. طبعا كلكم الآن ظهرتوا بالسؤال الأول بالسالب تمام. يا سلام عليكم. تروح الآن مزايدات جديدة وبسرعة. 100